السلام ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس والأغلاق عشان يوصل لكم الجديد، ولا أنه فيكم بالكهرباء تبدأ حملات تفتيش على منخفضي الاستهلاك الفاتورة لا تتجاوز 100 جنيه. بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع عداد بكارت لضبط المتلاعبين به وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتجاوزة بالوحدة السكنية أو التجارية، وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي. وقال مصدر بالوزارة إن عداد الكهرباء مسبق الدفع أو العداد بكارت كان الهدف منه القضاء على سرقة التيار وضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها، إلا أنه لوحظ قيام البعض بالتلاعب في تلك العداد مستغلين عدم الحاجة المنتظمة للقارئين أو محصلي الفواتير بالمرور عليه. وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشاركين الذين لا يستهلكون الكهرباء بشكل يتناسب مع الأجهزة الكهربائية في الشقة، لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى 100 جنيه شهريا أو 200 جنيه، وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقة الكهرباء. وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم، لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكة بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعة للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام. ولفت المصدر إلى أنه في حال الفني الخاصة بشركات التوزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة، لافتا إلى أنه تم إمدادات بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشأة سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية. وبهذا قد أوفيناكم بالكهرباء تبدأ حملات تفتيش على منخفضي الاستهلاك الفاتورة لا تتجاوز 100 جنيه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم البرايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.